شنو الربط؟ لأنه قيس سعيد مرعوب من الانتخابات. نعم. مرعوب لماذا؟ لأنه قبل كانت الكثير من الناس معه على أساس في بالهم جاء قيس سعيد باش ينحي النفس الإسلامي في تونس ويشرك العباد هذيا في الحكم من وطد وحركة شعب والناس اللي لا علاقة لها لا بالدين لا بالديمقراطية. نعم. خاطرهم يسميوه في رواحهم الكتلة الديمقراطية، أنا أقول لا علاقة لهم لا بالدين ولا بالديمقراطية. ما شدوش، على الأقل شد في دينك ولا شد في ديمقراطية وأنت حر في دينك. نعم. هذوما لا علاقة لهم لا بالدين ولا بالديمقراطية. كيأيسوا من قيس سعيد اليوم باش يخصم معاه وبداوا يجدوا، بدات الماكينة تخدم القيس سعيد. بعد ما قيس سعيد كان في لي سونتاج فوق الخمسين يجري وحده، يجي الثاني وحده يجري، أصبح الآن في لي سونتاج وفي كل العمليات الإحصاء اللي قاعدة تصير ديما في العشرين، 21 22 23، أي أن قيس سعيد من المستحيل باش ينجح في الدور الأول مباشرة. ما عادش 50 عنده ولا 51 معناها ما عادش. ثانيا، أي واحد باش يطلع معه في الدور الثاني باش ينحي له البلاصة، لأنه معناها عمل عداوة مع الناس الكل. باش يطلعوا الزوز صافي سعيد يطلع، باش صافي سعيد وزنادي باش يتلموا عليه، باش يطلع محمد وعلي فتحي وابراهيم كل باش يتلموا، وأصواتهم باش تكون أكثر من أصوات قيس سعيد، وسيكون المترشح في المرتبة الثانية مع قيس سعيد هو رئيس جمهوري. هذا هبل وهذا خرج على عقله. ماذا بقى لقيس سعيد؟ كونه يستولي على جميع السلطات وهو مستولي عليها، ويرعب الشعب التونسي ويخون، يزيد يخون العباد الكل، وما قال هو ونعطيه كان في يد وطني ونعطيه كذا للهروب من الانتخابات. وقال هو انتم شلتوه، قال برشا مرات، قال هذه الاحزاب وكملت جبهه خلاص، صعبت له اللعبه وخلاته كاكا بين البنين قبل، لانه قال ماذا قال؟ قال هذم اللي توا يدعوا للانتخابات وانتخابات ويلوجوا على تاريخ انتخابات، لماذا لم يشاركوا في الانتخابات الاولى التشريعيه ولا الاستفتاء ولا الانتخابات المحليه؟ فهمت؟ اي انت تدبر فيهم، ما كنت عندك ثقه بنفسك معناها، ولا معايا متوتر جدا حتى في قروشه في الاخر، ولا متوتر. انت تصور يخرج يعايد الكاتب دولة معناها في البروتوكول تصير، انت اعمل اعمل، انت علاش تكذب علينا؟ اعمل، عيط لهم انت وورينا كيفاش ما عيط لهم وتسب فيهم. عيط الكاتب دولة للخارجية يوصي بيه، كانوا عيط لهم السفراء ويكذب، لا عيط لهم، هذيك عملها فيلم للشعب، لانه كان يعيط ويسب واحد تو يعملوا له تلفزه وطاوله والدنيا ويوريوها في العالم الكل، لانه كذاب ومنافق